بنعود لكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروت سيتي على صفحة الفيسبوك. معكم غيدة جبيلي وربيع عبد عوق من النافعة في منطقة الدكوانة. نحن عم نواكب عملية إعادة فتح النافعة أبوابها أمام السيارات المستوردة والجديدة، ولكن في مشهد لافت كان لابد من أن نفرجيكم عليه موجود هون أمامنا بهيدا المبنى بالتحديد. عم نشوف كمية الأوراق والمعاملات المكدسة داخل هيدا المبنى، المعاملات مثل ما عم نشوف كأنها خارجة برا النافذة. هون عم نشوف بحسب ما عم بفرجينا الزميل ربيع الدعوق، فإنه عم نشوف مثل كأنه هيدي إخراج قيد لأحد السيدات، إحدى السيدات موجود قادرين إنه نحن نشوفه، يعني موجود، بالإضافة إلى كثير من المعاملات مكدسة داخل هذا المبنى بالتحديد. الشباك هيدا له قصته، إذا فينا نوقف هون شوي، هيدا الشباك مكسور إزازه يعني، والمعاملات ظاهرة برا الزجاج. فينا نشوف ب عم نشوف الحديث الثوره. اهلا اهلا وسهلا فيك. عندي مكتب بالنافعة والله. عم نحكي على هيدا المشهد تبع المعاملات المكدسه. شو الوضع يعني هول المشهد بكل الدوائر الرسميه هيك؟ لا، ما في انضباط نهائيا، والموصفين اللي كانوا بدوائر تبول افرع النافعه ثلاث ارباعهم بالسجن ومتروكين هول. هول كان في ناس يعني مختصين فيهم لحتى اللي يشيلوهم، وقت سكرت نافعه 6-7 اشهر ما بقى في حدا يهتم فيهم. هلا بهيدي الاداره الجديده اللي عملها وزير الداخليه، بتامل انه هيدي الشرشحات كلها والبهدلات والاوراق هيدي تنشال عن الشبابيك. يعني هيدي يعني منظر كثير مؤسر ومحزن، ونحن عم نطلع صرختنا هلا لحتى اللي يقدروا يفوتوا الشباب يشتغلوا، لان كان طلع قرار انه ممنوع حدا يفوت. اليوم في 2000 عائله عم تعيش من ورا النافعه. اليوم في بتعرف الوضع، الدولار والبنزين، حدا يفوت قصدك كمكاتب يعني النافعه، كمكاتب وكمعاقبين معاملات، جايين نشوف اذا هالوضع مزبوط ولا لا، اذا هذا القانون ساري ولا لا. اذا ساري هذا القانون نحن بنعرف شو لازم نعمل. بينعمل ثوره قدام وزاره الداخليه، وبنحكي مع الوزير انه العالم بدها تفوت تشتغل، عنده الناس ادويه، عنده الناس مواد غذائيه، عنده الناس حليب للاطفال، و2000 عائله عم تعيش من وراء النافعه. هن ناويين يفتحوا بشكل كامل، ولكن عم بجربوا يفتحوا جزئيا، لانه في شباب من القوى الامنيه هي مستلمه، بتعرف الامور القضائيه اكيد، لان هلا الشباب جداد جايين، هلا الشباب جديد بدهم تمرين، وبعدين بده يفتحوا يومين بالجمعه، بعدين معه بتصير ان شاء الله تزبط وتنحل الامور وتتسهل على المواطن وعلى المعاقب لمعاملات، ان شاء الله خير. شكرا لك. عم نشوف يعني هيك لابد من انه نحن نطلع بهيدي الصوره لنفرجي المعاملات المكدسه لاكثر من 6 اشهر. ابصر اذا كمان كان في معاملات قبلها يمكن كمان موجوده بهيدا المبنى. هيدا بما انك بتشتغل هون اشرح لنا بهيدي الاوضه شو هيدا مبنى دايره السوق اسمه. مبنى السواقة هون أول طابق دايرة سوق، فوق جهاز المكنن اللي بيفتحوا الأرقام على الكمبيوتر، هون دايرة السوق. هذا دايرة السوق، هذه معاملات تعيين الفحوصات اللي أخدين دفاتر، هول طلباتهم الإدم، هول بحطوهم بكياس لك وين كيف حاطينهم، ما في ترتيب، لازم يكون في نظام. هول يعني إذا أنت بدك تقدمي طلب دفتر السواقة بتجيبي أوراق كأنها يعني سجل عدل صحيح وإفادة سكن، بياخذوهم مننا وبياخذوهم منك وبحطوهم بهيدي الأوضة، ما كان ينحط هيك. بس قلة الترتيب اللي صاير وقت راحوا على سجون الموظفين فلت الملأ بهالشكل، هيدي بده يرجع يعملوا لها نظام، بده يرجعوا يضبطوهم هول أكيد، لأن في لهم هول دوغما، أرشيف اسمه دوغما، بيروحوا آخر شيء على التلف. لأن بينزل على الكمبيوتر الاسم، هول الاوراق ما بقى بحاجه لا يعني لهم. على كل لازم هيدا نظام المكننه يكون موجود داخل الدوائر الرسميه، يعني ما بقى نعوز بقى اوراق، خلص يكون في على السيستم مثل كل الدول اليوم. الله مع الشباب.
هلا هول الوراء ما بيقدموا ولا بيأخروا، لان هول اصحابهم اخذوا دفاتر السواقه، هول الطلبات اللي مقدمين، هول على التلف ونزل اسمك على الكمبيوتر، لان نافع صار في كمبيوتر وانتم كلكم تعرفوا في دفاتر للمكننه للسيارات وفي دفاتر مكننه للسواقه، يعني هول ما لهم بقى عازه وجودهم، يعني انه بصير الريبه لانهم بهدله هيك، بس بينشالوا اكيد الاداره الجديده رح تنظمهم رح تشيلهم. انتم كعاملين في النافعه اليوم متأملين خير بعد القاء القبض على عدد من الاشخاص اللي كانوا بيعملوا بالنافعه، اليوم تم توقيفهم، عم يتم محاكمتهم يعني واخضاعهم للتحقيق، شو بتشوفوا يعني؟ نحن لان انا بتعرفي انا زعيم ثوره صار سنتين على الارض، بكل مناطق لبنان نحن عم نحارب الفساد اللي كان عليه شبهة فساد خليه يتحاكم، ونحن مع الدولة تستقصي الفساد مش بس من النافعة، من كل دوائر رسمية اللي بلبنان، يعني اللي عليهم غطاء سياسي قبل الموصفين المعطرين، يعني ما تطلع بس براس تبول النافعة، بتأمل يصير محاكمة لكل في مطارح في فساد يعني مأصل بالفساد يعني لبنان. اليوم هيدي النافعة موصفينا كلهم بالحبوس من وراء الفساد اللي كانوا عاملينه، بتأمل انه ياخدوا عبرة اللي بدو يجوا يشتغلوا، انه يشتغلوا بقى بضمير ويشتغلوا بقى للمواطن بدون رشوات، وبتأمل الدولة اللبنانية كمان تحصلهم شوي بحقوقهم، حقوقهم المادية، لأن اليوم بنزين غالي، اليوم هاد اللي بيعطون 5 ملايين و6 ملايين ما بتقوم بهيدي المعيشة اليوم بهيدا الوطن، ما بدك تطلعي بقى بالدولة اجمالا القرارات اللي عم تاخذها كلها خنفشورية، يعني ما في شيء مزبوط بهذا البلد، الله يساعد العالم وبس وخاصة الفقير. شكرا لك استاذ جارو على هيدي المداخله، كان لابد اليوم من انه نفرجيكم هيدي المعاملات المكدسه داخل هيدي الاوضه، معاملات اللي قد ما مقتصة بالأوراق والمعاملات خرجت من النافذة، مثل ما سمعنا هيدي معاملات تخضع للتلف. نحن طبعا وكبنا عملية فتح الأبواب أمام المواطنين والسيارات المستعملة، لكل اللي عم ينضم لنا بهيدا البث المباشر فينا نأكد له بأنه تم فتح النافعة جزئيا بالنسبة للسيارات المستعملة والمستوردة، عفوا المستوردة وليس المستعملة، نهار الثلاثاء والأربعاء والخميس سيتم العمل على العودة الكلية، ولكن المسألة بتحتاج إلى وقت كون القوى الأمنية هي اللي استلمت زمام الأمور، بعدهم يعني العناصر القوى الأمنية بعد ما تعودوا كتير على النظام العمل بالنافعة والكشف على السيارات وغيرها، اليوم موجودين هن بسبب عملية توقيفات كبيرة حصلت لعدد من العاملين هنا في النافعة، وحتى هذه الساعة هن متوقفين عن العمل ومخضعون للتحقيق في شبهة فساد وغيرها. هذه هي الأجواء من النافعة. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، منذكر أنه الدكواني فتحت اليوم، بينما الأزاعي فرع الأزاعي اليوم بعده مقفل، العاملون هناك بيعتبروا بأنهم هن لن يعودوا إلى العمل حتى يقبضوا رواتبهم. هيدي المسألة بحسب ما قال محافظ بيروت اللي حضر إلى هنا القاضي مروان شبيب، قال بأنه سيتم ملاحقة هذه المسألة لا يتم العمل عليها. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم مروان عبود، عفوا هو محافظ بيروت، عفوا على هيدا الغلط بالاسم. شكرا مشاهدينا الكرام لحسن المتابعة، كانت معكم غدا شبيل وربيع طعوب.